السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث رقم 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه مسلم. فاحذر أيها الداعي إلى الله أن تعرض نفسك لهذا الخطر، فكن صادقا مع الله وتحرى الأحاديث الصحيحة. وفقني الله وإياكم لما فيه الخير، والسلام عليكم.